عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. مرحبا بكم، اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم غنشارك معكم غرفه المكياج او لا دريسينغ روم او لا غرفه الملابس اللي صايبت هنايا في داري، واخا انا بحكم ان داري فيها غير جوج بيوتا، وفيها صالون كبير وفيها صالون صغير اللي هو هذا كان، وعندي ديجا سالامونجي وعندي ديجا سالامونجي وسط الدار، عندي الكولوار كبير درت فيه سالامونجي. الو هذا الصالون الصغير هذا ما كنستافدو منه حتى شي حاجه، قلت علاش لي ما غنقلبوهش دريسينغ روم او لا غرفه الملابس والمكياج باش ما تبقاش ديك الروينه في لي شومغ. داكشي داكشي اللي درنا، غنشارك معكم اليوم التفاصيل كاملين، شنو اللي درت فيه، شنو اللي زدت فيه، وشنو اللي باقي خاصني نقاد، وشنو اللي مازال ما ترتبش، وكيفاش رتبت اي حاجه بلاصتها. خليكم معايا في هاد لا فيديو هادي، كنتمنى تعجبكم لا فيديو، بوسه كبيره لكم. واذا عجبتكم لا فيديو اولا كنتو جداد على القناه، اول مره كتشوفوا قناتي، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه. نهاركم مبروك احبابي، خليكم مع لا فيديو احبابي. هذه هي النظره من بعيد، التريسين كله كيجي فحال هكا. انا تعمدت انني ندير فحال هكا انواع هادي الحيتاج الحوايج في لي شومبو، ما خدامينش لينا، ديما مرونين، ديما روينه روينه روينه. وخا الترون راه ماشي هكا انا طويتو النهار الاول، دابا شي 3 ايام ولا 4 ايام اللي وجد كله يعني كومبلي، ما بقات خاصه حتى شي حاجه من غير دوك الطعار جبتو من الموسم حطيتهم تما ما عرفتلاش. المهم انا نشارك معكم كل حاجه بوحديتها وكل حاجه بالثمن ديالها وكل حاجه شنو فيها. ديال السبيبطات راه ترونو دابا حيت لبسنا منهم شحال من مره. هنا حطيت هادو ديال سيليا، هادي اختها ما عرفت فين هي. حطيت هادو ديال سيليا اللي كتلبس في الدار البانطوفات وداكشي، روناتهم حتى هي رونات معانا. هانتوما فين لحت البانطوفه حيت هادي باقا كبيره عليها مازال ما تتلبسهاش، واخا هكاك حطيتهم لهنايا. روكسي حيدي صافي. هنا السبيبطات انا ديال عادل، كنعيا ما نمسحهم، كيجيبهم مسخين كيحطهم تما صافي هي تخليتهم بحال هكاك. بالنسبه لهنايا هاد لي زيطاجير هادو بجوج كيجيو بحال هكا، انا حطيت فيهم لي بارفان. هاد البارفان هادي راه مع اختها هي حدي، كنشري جوج من الحاجه انا هكا دائما. هنايا عندي هاد البارفان ديال امغامور كنظن، وهادي ديال 777، وهادي ديال جادور، وهادي بلاك اوبيم، وهنايا جود جيرل صافي. وهنا كيجيو هاد لي طابلو هادو كيجيو بحال هكا. راه لاباج كنت شاركتها معكم اللي جاوني من هاد لي طابلو هادو، وغنزلو هنايا للكوافوز شنو فيه. هنايا عندي هاد الصينية هادي ديال لي بارفان اللي كنستعملو دابا يوميا، هادي التروفي ديال هادي الفغاواي ديالي اوليفيا ديالي، او بونبون ماليزيا ديال سيليا، والكحل البلدي اختي مكيخطانيش. هنايا صايبت هاد البلاصة هادي هكا زاج كتبين، مازال ما مقداش، ماشي هكا بغيتها تقد. هنايا دابا حطيت فيها غير لي برودوي داكشي، بغيت ندير فيها لي بيجو كاملين بحال هكايا. ما عنديش الصراحه، مازال ما عنديش لي بواط لي يكونوا راكم شفتو هنايا غير من ديبانيا، مازال ما عنديش لي بواط لي يجيو زوينين ولا شي حاجه لي تجي هكا كيوت كيف ما كنقولوا، باقا ما مقداهاش. المهم مازال ما كاملش كلشي 100%، ولكن قلت نشارك معكم علاش لا. انا حاطه هادي كتحمق عادي، تيقول لك تلقي لي موسيقتها وخلينا نتكاو. كيدير الناس على هاد الموسيقى؟ شو روكسي شوف وين طالعه. ها المهم بورات هادو ديال هنايا، عندي هاد السيبورات هادو ديال الخواتم لي باك بحال هكا، لي مونطخ لي براسلي هنايا، وهنايا عندي هاد لي غورمات والسلسله ديال العنق، وهنايا عندي هذا اللي مازال ما حطيتش لكم صراحه الفيديو ديالو حيت عادي جاب ليا كادو قبل من المناسبه ديال عيد زواجنا. الغوسي ديالو هاد لاباك هادي جابها ليا بمناسبه عيد زواجنا، وهادي حتى هي ديال لي بيجو، ولكن دابا مازال ما قديتش حتى حاجه فيها بجوج درهم. وفي هذيك اللي فيها سميت سيليا كانوا فيها لي بيجو الصراحه، ولكن دابا كلشي في سامسونيت عندي، خصني حتى نقدهم هنا حطها فوق من هاد المزيره هذا ما عرفتلاش. المهم بقات بحال هكاك. نجيو للمجوره، مجوره باقي مرونين، مازال ما شريتش هادوك المنظمات. هنايا درت هادشي كل ما يتعلق بالشعر باش كنصايب شعري وداكشي، ما عرفتش هنايا الطوندوز ديال عادل والماتيريال ديال الطوندوز. هنايا التصاور اللي صورنا سيليا في 27، هاد البوطه فيها الخيوطه والبرايختي.
انا ما عرفتش شنو حاطه. انا حاطه واحد التريكوات ديال وقت البرد. صافي لا شيء تجي هكا. هنايا شنو كاين؟ هنايا كاين الماتيريال ديال التصوير. هادو كنت باغا نشاركهم معكم من شحال، ديما شاركتهمش معكم. هاد لافاليز هادي فيها التوسكي ديال الجو برو ديال التصوير اون جينيرال، نقدروا نلقاو فيها لداخل حتى شي حاجه ماشي خاصه بالجو برو. المهم نحاول واخا كنصور بيد، فيها الجو برو، فيها لي سيبور ديال الجو برو. دوك اي حاجه، اي حاجه كتعلق بالتصوير كاينه هنايا. هذه كنخداها ليا عادي، الكادو كومبلي فيها كل شيء. اذا كنتو انتريسي نشارك معكم لي بيس كاملين اللي فيها، قولوها لي في لي كومونتير ونشاركهم معكم. المهم نسدوها، شدت معنا الزكار. صافي هنايا الميكرو جاك اللي كنسجل به، وهاد السيبوره هادي اللي كتبقى تابعه البيرسون ولا الفيزاج اللي كنصور بها حتى هي. هنايا تخربيقه زربيقه، انا ما عرفتش مستعمر وين كل هنايا البوني اللي كنحتاج لسميتو الصباغه الشعر ولا شي ماسك الشعر. هذا باقي خاوي. هنايا لتحت عندي لا ماشين ديال البخار ديال الوجه، عندي الفلايل، عندي هيدروكسين الفلايل ولاستيكات وداكشي ديال شعري انا، ماشي ديال سيلي غير ديالي بوحديتي. نجيو هاد الطاجيره هادي حتى هي. هادوك الطعار قلت لكم غير تحطو تما، ما عرفت علاش انا حطيتهم تما حيت كنا كنلعبو بهم انا وسيليا. هنا عندي لي باليت اللي كنستعمل الاغلبيه كنخدم بهادي، هاديك ما كنخدمش بها بزاف غير في المناسبات حيت فيها الكليتر. هادي فيها هاد لاباري ديال الحجبان اللي كنصوب بها حجباني. وهنايا هادو الترونو حتى هما وشي وحدين بقاو عند واحد السيده كنا خارجين اونصومبل وبقاو عندها. هنايا الصبيغه ديال التفري الله مشات بلا تروك ساهاتش تخرج مجوليه وترونو كانوا مستفين مزيان. المهم اللوينات ديال الصباغه اللي كنستعمل بزاف هما اللي حاطه هنا. وعندي واحد الباكي ديال الصبايغ ديال التفرين مخزونه ما كنستعملهمش بزاف. هنايا العكوره ودوك الكلوصات اللي كنستعمل هنايا فهاد القنت هذا. صراحه مازال ما عرفتش شنو غندير، عادي تلقى لي ندير لك هنايا دوك العلالق اللي كيجيو هكا خارجين باش ديري الحوايج معلقين، حيت انا ما دايراش العلاقات هنايا في البلاكار. دابا تشوفوا غتفهموا علاش. هنايا حاطه غير رينغ لايت ديالي والسيبوره ديال الكاميرا، وهنايا حاطه هاد جوج ديال لي بوت ديالي. هنايا كاينه روكسي الموفرزيطه حاطه هاد جوج لي بوت. هنايا مازال ما لقيتش لهم شي بلاصه اللي غيجيو فيها. البلاكار جاي بحال هكا، ما ديوش على الروينه الفوقانيه، راه غير اللي حيدتها لسيليا كتلعب بها كنخبيها تمايا وصافي ما كنعاودش نجبدها. هذا كادو بالنسبه لعيد زواجنا العادي اللي خديتو ليه انا. خدينا لي كادو الصراحه في نفس الفكره، خدينا لي كادو قبل من المناسبه باش زعما ما نتوقعوش. المهم انا اوبس حيدتهم. هنايا البيجامات ديالي ديال وقت البرد كاملين ستفتهم هنا. هادو اللبسات ديال سيليا لي كونوي خديتهم ليها، يجيو العام الجاي ان شاء الله، ماشي لهاد العام، مي لقيتهم اون بروموسيون وخديتهم من ال سي وايكيكي. هنايا عندي القنيدرات توسكي، دوك القنيدرات اللي كيكونوا بيردين هكا طوال حاجه طويله درتهم هنايا. كاينين باقيين وحدين اخرين. هنايا راه حطيت غير داكشي اللي كنستعمل كيف ما قلت لكم. هنايا الكسيوات، وهنايا البيجامات ديال هاد الوقت ديال الصيف حطيتهم هنا. وهنا لي طوبوك ديالي ديال التايكوندو. هنا السراول كاملين ولي كولون كاملين ديالي. وهاد الجهه فيها عاوتاني البيجامات ديالي ديال وقت البرد، لان ما قدتنيش هاد البلاصه بقوه ما انا تبارك الله عندي بزاف ديال البيجامات. هنا هاد الصف كامل بيجامات بيجامات بيجامات، وهاد الصف كامل درت فيه هادوك التريكوات ديال وقت البرد. وهنايا درت هادوك القمصان ولا هادوك القفاطن اللي كنصور بهم التيك توك كلهم هنايا مقادين بحال هكا. رونتهم البارح صورت التيك توك، راه باقيين وحدين اخرين هي ما تيبانوش، خص هادشي يتقاد حيت البارح صورت التيك توك رونتهم انتوما شي مخبي شي بحال هكا يا فهاد الطاجيره هادي. هنايا عندي غير لي تيشيرت ديالي. الصراحه راه حيت بزاف د الحوايج حيتهم خرجتهم صافي حيتهم في مره، لان بغيت نبدل حيت كاع داكشي اللي عندي تقريبا وخديت، وبغيت ناخذ حاجات جداد. خليت انا غير شي حاجه قليله اللي عزيزه عليا، هذه جلابه، وهنا لي تيشيرت، هنا لي تريكو حيت ما قدنيش الفوق، وهنا السراول ديال البيجاما ديال الدار. هاد الجهه هادي فيها توسكي ديال لي بروتيج ديال التايكوندو. هنا هاد البروتيج ديال السر، السانتور ديالي هادي، وهنا لي بروتيج ديال اليدين وديال الرجلين.
هاد السانتور ديال سيليا، هاد الطوبوك ديال سيليا، وهنا لي تيشيرت ديال عادل، حتى هو حيت ليه كلشي تقريبا، باقي عنده شي حاجه بسيطه عندك روكسي نفس عليك. هنايا دوك القنيضرات ديالو ديال الدار اللي كيجلس فيهم في الدار. هادو ديال سيليا كنت كنطوي البارح الحوايج وهزهم حطهم، انا قال لك خلي حوايج بنتي حدايا. هذا لابيسين ديال سيليا جبتو باش ننفخو ليها مازال ما تنفخش. هنايا الشورطات ديال عادل، هادي شورطه ما عرفت لاش حطها هنا، ونيس راول التين عاوتاني، ولي كاسكيت جوج تمايا ديالو. وهنايا الفوق هذيك الديكور ديال رمضان كريم، لي غولوغ ديالي تما، الساك ديال سيليا اللي كنخرجوا به، الساك ديال الكاميرا، لي شابو تمايا. وهنايا التريكو ديال عادل ديال وقت البرد، بحال هكا كيجيو، بحال هكا عنده تا هو بزاف ديال التريكوات. هنايا الكاشكول والساكاكيا ديال الخروج، وصافي كاسكيطات سيليا كيهزو حوايج بنتو تيحطهم. هنايا هادو دوك الطاقيات ديال البلدي، هنايا حاطه لي تيشيرت لي يقدر يلبسهم في الدار ماشي ديال الخروج، وهنايا لي بيجاما ديالو وهاد الكويره ديالو. نجيو لهاد البلاصه هادي اللي فيها هاد المرايه ولي زيطاجيغ ديالها، كتجي بحال هكا. هنا يدير هاد لا شوميز هادي حيت كنحتاجها وصافي. هنا جا هاد الطابلو هذا حتى هو ديال شانيل، حطه واحد الساك هنايا. هنايا لي برودوي توسكي غوماج، لي غوماج ديالي حطيتهم هنايا. هاد فا هادي ماشي بلاصه هنا، هادي كانوا فيها لي كوطون ديسك، باقا غير وحده خصني نتقداهم سلاو ليا. هنايا الزوجات كامله اللي كنستعمل في لي ماسك ديالي ولا بالنسبه للشعر. وهنايا لي سيروم اللي عندي ولي فيتامين اللي عندي كلهم هنايا. انا لي ديودورون اللي كنستعمل هادو، وستيك ديال فا. صافي المرايه كتجي بحال هكا. وني جات طاجيره اخرى حداها، فيها طاجيره اخرى حداها فيها الساك بحال هكا. الساك كان جاني كادو واللون ديالو فوشيا، وما عرفتش معياش غيجي ملبوس، مسكين ديما حاطاه لبستو واقيلا مره واحده، غير خرجتو معايا هزاه في يدي وصافي وحطيتو في الطوموبيل ما لبستوش كاع. انا عندي زيت الحياه اللي كنشقق بها شعري، وزيت الكوك اللي كنحتاجهم بزاف، هادو الزيوت حتى هما ديال الشعر، هذا السيروم كنحمق على هذا السيروم هذا، وهذا زيت ديال المساج. هادو لي ماسك اللي كنشاركهم معكم راه بزاف د المرات شاركتهم معكم، لي ماسك جوطابل ملي كنكون ما مساليش واش نصايب ماسك في الدار. وهنا لي جيل ديال الالويفيرا بجوج، عندي هنايا 98 وقيله و 99%، وهذا الفيكساسيون الماكياج تا هو د الالويفيرا روكسي. هاد الجهه فيها سميتو فيها السبيبطات ديال سيليا اللي مازال ما تيجيوش حتى هما قدها. هادو كان دومونداهم باباها من ما عرفتش واش من، المهم هما من فلو، من لا مارك ديال فلو بولاري، ولكن من الانترنيت زعما من شي سيت ما عرفتش شنو هو، وما مازال ما كيجيوش قدها، حطيتهم هنايا. وهنايا دوك اللي كتلبس حاليا سنيطلات وداكشي صافي، ولتحت صبابطي انا، واخا انا ديال صبابطي محطوط لا تجي مع عادل، عادل مسكين ما عندوش بزاف الصبابط. المهم بحال هكا جات تريسينك، انا وريتكم كلشي. حاجه اخرى بالنسبه للبلاكار، انا قررت ندير فيه روكسي حيديم تما، قررت ندير فيه هنايا مجوره لتحت كلهم لي تيغوار فحال هكا، جاوني تقريبا 8 8 كل واحد شنو دايره فيه روكسي حيدي. بحال هذا دابا دايره فيه لي فولاغ اللي كنلبس في الدار مع البيجامات روكسي نو. هنايا دايره هادو اي حاجه مطروزه ديال الطرز روكسي. هنايا لانابو وهاد السريبتات ديالها، هنايا السريولات ديالي انا اللي مطروزين مع هادوك الجزارات ولا الطابليات ديالهم. المهم هنايا دايره هاد اللبسات هادو، هنايا دايره لي فولاغ عاوتاني وحده اخرين اللي كنصور بهم التيك توك والمنديل ديال الشمال بحال هكا. المهم روكسي هنايا دايره بحال هكا دوك التيباردورات ديالنا بجوج، وهنا التقشره دياولي، وهنا التقشره ديال عادل، وهاد لي بروتيج دياولي ديال لي غولوغ. انا راه درت هاد الكوافوز هذا في هاد البلاط هادو، وراه المرايه كبيره بزاف باش ما كنبقاش نحتاج للرينغ لايت بزاف ملي نبغي نصور لكم شي حاجه د الوجه ولا شي ماسك ولا شي حاجه.
وليت كنصور فيه الصراحه، وكيعطي الاضاءه احسن للدريسينغ بحال هكا، كيعجبني الحل. وبالنسبه للبلاكار هكا انا راه مازال ما كاملش، خاصو لي سبوت. غتجي واحد البلايصه هنايا غادي تسد ليه وغيديروا فيها لي سبوت هنايا، باش اي حاجه اي بلاصه يكون عندها بحال سبوت دوش بحال هكا. بالنسبه ليها اي بلاصه بغيتي كيشعل الضو ديالها ملي تكون تبغي تغسل الحوايج.